السمك والعربي قدم من فوق الديو المحفوظ هذا المقتل فيهم خوي والخوي وطفل هاني منه قالوا الجيه والسالم وطفل ابن جناب جان قالوا الحبيب والباريك الصاهر نشوه بنتنا باركه من اسمع الجماعة والجماعة الاثنين اللي معاها هي سبع رواقش توقفت عليهم؟ جماعة سبع انا وقفت عليهم شنو الطريقة اللي معدلها شنو؟ لا معدلهم محفر ذبحوهم وقاموا جاني يشوفوهم معدلهم ما فيهم عمارة لسبح ابدا لا ذبح لقنا نفس ذبح اللي عدلوا لقنا معدلهم وجروهم جاي وجابوهم عدلوا لهم مقبرة حاسي يعني وداروا البيضان هم التحتانيين وداروا فلان فوق وحفاوا لي وخلاص تراب وقاموا ذاك بلد الدم وذاك السلب وتباركم اه يحرقوهم اللي بالضبط سيارة مقسومة سيارة ما قيدوها ما مشاو بيه قبل المرسال اللي فيها قيبات من المرسال واللي جاء الاقرم كانوا ماشيين بيه ودفقوها عنهم دفقوا ذاك زقايب المرسال توكل الاقرم من تراب المرسال يعرفوا وشاطوا عنهم زقايب وعدوا لي اربع وقيمة خلاو دفان صافهم حارقين اللي هي اسلاب الجماعة لباسهم وابن عائلهم وذاك شمل الاقرم قبول لجماعة ثانيين مولي ذبحوا منه كيف اللي بقاو وخلاو منه واحدة فما ذبحوا حوفا وتقايتهم منه اسمعت هي سبع رواقيش استهلكوها نفس الوقت ذيك الليل سبع ثاني هم ذو جيش والله فلان جيش المالية جيش المالية ما هم فلان ما قدرونا ولا قطرين منهم بس قاع هاي الماليين دورية من مالي عددي فلان تعرف كم تسعمني فلان بيضان سبعة بيضان سبعة هذا عدو له حفر كيف حاسي عميق داروا البيضان هم التحتانين وداروا فلان واحنا الناس تروق اول مره لحقنا الناس ما تلاقي دير تفيد منها قاعد ثاني احنا ما نطوق قاعد من الناس نقول لهم كلهم انه جماعه من نشهره في المشهر ان حققنا جماعتنا وبان سلابها وبان بلد بحلاك الاحراق نعدها اللي باقي منه هو الاهل باقي منه بتاعه كامل والدراري الباقي منهم وجبنا الجماعه جابوه للدوله وجبناه للدوله وراه هي صورته جزاك الله